اليوم ان شاء الله حنسوي لكم فيفا 20. طبعا حلعب هلا عن طريق الاي اي اكسس، عندي الاي اي اكسس بتسمح لك انك تلعب البتل سوري الفيفا لمده 10 ساعات فري، ولو بدك تجيب اللعبه بيكون في عليها ديسكاونت. اهلا وسهلا فيكم، حياكم بالبث. طبعا هذا البث سبونسرد باي اي اي عن طريق برنامج الاي اي جيم تشينجر، شكرا لاي اي. وان شاء الله اليوم نشوف شو في شيء جديد بالفيفا، بنحاول نلعب بالقصة او الفولتا، انا بدي اركز اكثر على الفولتا، نشوف نفس الفيفا اللي كانت قبل اللي هي الفيفا ستريت. وان شاء الله، ولو عندكم اي سؤال طبعا اهلا وسهلا فيكم بالبث، وبتقدروا تحطوا لي بالتعليقات. طبعا في عندي جيف اواي موجودة حاليا على تويتر، يلي حابب يشارك وفرصة انه يربح الاي اي اكسس لمدة شهر، وبيقدر يلعب الفيفا واي العاب اخرى لاي اي. يلا نبلش. تمام. هلا الفولتا، طبعا هي اول ما تبلش بالفيفا حيدخلوك على الفولتا اول شيء، شكلها حلو. انا لعبت الاوبن بيتا بس ما اعرف اذا هي نفسها او غير. طيب هلا بس اشوف السيتنج، اهم شيء السيتنج تكون مظبط السيتنج قبل ما تلعب. طبعا هذا الشوت عندي اي واحد اللي كنت اركض فيه بالار 1. اوكي يلا بسم الله. لا لا الجول الأول. هلا هلا يا يوسف، اميزينج، ويلكم حبيبي. شباب اللي عنده الجيم اهلا وسهلا، بتقدروا نفوت نلعب مع بعض. كان في حركات انك تقدر تنزل تحط الكرة براسك تسوي جول والشغلات هاي، بس بعد لهلا ما شيكت عليها، بعد هاي اول جيم بلعبها. هلا اللي بالبيت اللي انا شفته انه انت قد ما بتلعب ايوه يا الحركات. اوكي I'll wait for you. Maybe I will do some giveaways on my channel or on my account or maybe during my streams.
طبعا هلا في جيف اواي موجوده على اي اي اكسس، اشتراك لمده شهر فور 1 مانث اي اي اكسس سبسكريبشن. اتس اون ماي تويتر، جاست يو نيد تو ريتويت سبسكرايب، اول ذا ديتيلز موجوده يعني. لا لا هذا دور، الصوت واضح يا شباب، بده تعديل في شيء، بده تغيير تسمعوني. هلا هي كانت السكور، اي ثينك ات واز ذا فور. معقول هي ما جابها؟ معقول يا اخي، والله كرة سهلة. انا رخيت لهم الحبل شوي بس. وانا حفوت بالجول اخر شيء يعني. لا 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 يلا معلش، هو الجيم، هو الجيم تحماي.